ورجعنا لكم مرة تانية، وازاي الصحة. وفقرتنا التانية هنناقش او هنتكلم في موضوع تاني مهم جدا. للأسف ناس كتيرة يمكن بتواجه مشاكل الولادة، سواء طبيعية او مش طبيعية او غيره، ولكن طبعا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، والحاجات دي بتبقى بأمر ربنا. ولكن نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا بندي أمل لكل مشاهدينا في كل مكان، إن في ظل التقدم العلمي اللي احنا وصلنا له دلوقتي وعايشينه في العصر ده واللي بيحصل الحمد لله، بنسبة كبيرة نقدر نقول إن مفيش حاجة مستحيلة. وطبعا ده برضو بعد ربنا سبحانه وتعالى. فالنهاردة هنناقش يمكن مشكلة ناس كتيرة بتواجهها، ناس كتيرة بتحبط بسببها، فاكرين ان مفيش امل، ولكن بإذن الله الامل موجود. هنناقش ايه هي اسباب فشل اطفال الانابيب والحقن المجهري. ولكن الاول يسعدني واسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز، وهو الدكتور رواء مصطفى، استاذ امراض النساء والعقم واطفال الانابيب والحقن المجهري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ومنورنا في شاشه التلفزيون النهار. وازاي الصح؟ الحمد لله. الحمد لله. وطبعا كمان اتمنى ان كل مشاهدينا تكون صحتهم بالف صحه وسلامه. وزي ما قلت لكم النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا يا دكتور. عايزين نعرف كده في الاول ايه سبب او اسباب فشل اطفال الانابيب والحقن المجهري. والله ده سؤال كويس، لان هو في نقطه مهمه جدا. يمكن عمليات اطفال الانابيب والحقن المجهري بقت من العمليات الشائعه اللي ما بقتش زي من كام سنة حاجة يعني ما بنعملهاش، لا بتعمل بشكل كتير. ولأنها بتتعمل بشكل كتير ابتدى يبان لها ان هي برضو ما بتنجحش اوقات بشكل كتير. وبالتالي في بعض فئات او مجموعة من الازواج والزوجات بيقوموا بتكرار العملية او بتكرر لهم العملية مرة واثنين وثلاثة، وفي مجموعة في كل مرة بيحصل فشل، والفشل ده بيبقى متكافئ. ولان اطفال الانابيب والحقن المجهري هي دايما المرحله الاخيره في علاج تاخر الحمل، فلما بتفشل مره واتنين هنا بقى بيبقى مشكله، ومشكله بتؤدي الى احباط، لان هي دي اخر خطوه. بالتالي لو اخر خطوه فشلت يبقى مفيش امل طبعا. ويمكن السؤال بيكتسب اهميته من ان هي دي لانها اخر خطوه. طب لو فشلت ايه؟ اللي احنا عاوزين نقوله ان حتى فشل اطفال الانابيب والحقن المجهري في جزء كبير من الفشل ده ليه اسباب وليه طرق للعلاج. ويتبقى جزء لغايه دلوقتي العلم ما وصلوش، وفي ابحاث فيه. الاسباب اللي هي في الفشل يعني عشان نلخصها بتبقى نمره واحد، اسباب في تحضير الزوج والزوجه لعمليه اطفال الانابيب والحقن المجهري. بمعنى يا دكتور؟ نعم؟ بمعنى بمعنى دايما الانطباع عند اي مريض او مريضه بنعالجهم من تاخر الحمل ان هو خلاص، طب اخر محطه اطفال الانابيب والحقن المجهري، خلاص نبتدي نعمل المحاوله وناخد الحقن والعلاجات ونكمل في العملية. النقطة الثانية انه بيبقى من الشائع جدا عند برضو نفس الزوجة والزوج انه هو التكنولوجي والتقنيات الحديثة هي الكفيلة لوحدها بان العملية تنجح، مع ان في حاجات خطيرة ومهمة جدا 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 في البداية قبل الشروع في اجراء العملية، سواء باعطاء الحقن او المتابعة او لازم ناخد بالنا منها. ندي امثله. في بعض السيدات عندهم تاخر الحمل، تاخر الحمل ده نتيجه بعض مشاكل. ضمن المشاكل دي في مرض اسمه البطانه المهاجره. البطانه المهاجره ده عباره عن مرض بيصيب بعض السيدات بيؤدي الى تاخر الحمل، عباره عن وجود تجمعات دمويه. التجمعات الدمويه دي بتحيط منطقه المبيض، بتحيط بالرحم، بتحيط في منطقه في الحوض. التجمعات الدمويه دي بتؤدي الى ضرر معين بحيث ان هو ينتج عنه تاخر الحمل، قد تؤدي الى التصاقات، قد تؤدي الى عدم قدره الرحم على تقبل الجنين لما يوصل له، بتدي اشارات للرحم بينقبض. المهم لاسباب كثيره جدا ما بيحصلش حمل. قد تمر التشخيص بتاع تاخر الحمل نتيجه البطانه المهاجره بيحتاج عمليات منظار وحاجات زي كده، وفي بعض الاوقات بتبقى البطانه المهاجره هي السبب وبيفشل العلاج، وبذلك نلجأ إلى أطفال الأنابيب والحقن المجهري. السيدات اللي عندهم تأخر في الحمل نتيجة بطانة الرحم، لما بنلجأ لأطفال الأنابيب والحقن المجهري لو أجرينا العملية مع وجود مستوى نشط للبطانة المهاجرة ممكن يكون عائق بتفشل العملية برضو زي ما بيفشل الحمل الطبيعي.
لانه وجود نشاط للبطانه المهاجره بيخلي عمليه المجهريه الاطفال الانبيه بتفشل، لانه ببساطه شديده وجود البقع الدمويه دي، وجود الاشارات المستمره منها للرحم ما بيخليش الرحم يستقبل الاجنه. وبالتالي بنعمل العمليه ونحط الاجنه وتبقى اجنه كويسه خالص، بس ما بيلتصقوش في الرحم. وبالتالي اذا ما كناش هنحضر المريضه ان احنا نهبط نشاط البطانه المهاجره لمده شهر او شهرين، وفي بعض الاوقات 3 شهور قبل اجراء عمليه الاطفال الانبيه والحق المجهري، تبقى نسب النجاح منخفضه للغايه. وعلى العكس تماما، لما بنعالجها بشكل وبشكل كويس وبنطول بالنا لمده 2 أو 3 شهر في تحضير كويس للسيده، نسب النجاح بتبقى اكثر من رائعه. واللي كان بيفشل بشكل متكرر وبينجح وبينجح بشكل بسيط، وبتبقى الله طب ده فشل 3-4 مرات وعملنا اول مره وحصل نجاح، هو ايه السبب؟ الجزء ده التحضير. يعني مش قضية ان انا ممكن افشل اكتر من مرة، يعني الفشل المتكرر ده مش معناه ان انا افقد الامل وكده، يعني مستحيل يحصل حمل مثلا او تنجح عملية اطفال الانابيب. وده جزء مهم. ندي مثال تاني، في سيدات بيبقى عندهم تأخر في الحمل نتيجة وجود حاجة اسمها تكيس في المبيدي. يعني ايه تكيس في المبيدي؟ ده منتشر جدا، منتشر وشائع. ومع النمط الغذائي اللي احنا موجودين وبنعيش فيه وبناكل الاكل التاكي فود او الاكل اللي هو الوجبات السريعة، بتخلي مرض تكيس في المبيدي يظهر اكتر. يعني ايه يظهر اكتر؟ يعني هو موجود في بعض السيدات والبنات، اللي هو طبيعة في المبيد، المبيد نفسه بيبقى كسلان، مش قادر يحصل كل شهر بيحصل التبويض، وبالتالي لانه التبويض ما بيحصلش بيحصل اضطرابات في الهرمونات تؤدي لتاخر الدوره واوا، ولما السيده بتبقى عاوزه تحمل ما بيحصلش حمل لانه اضطرابات في التبويض. وبالتالي الخطوه الاولانيه طبعا الاغذيه والكلام ده كله بنقولها ان هي بتزود الوزن، فبتزود مشاكل التكيس المبيضين، لان هو المشاكل بتاعته كل ما كانت السيده وزنها ازيد شويه كل ما العلاج بتاعه بيبقى اصعب. يعني كل ما الموضوع بيصعب اكتر. وعاوزين نقول بالظبط ان هو مش زياده الوزن بتؤدي لتاخر الحمل، ده الاستعداد. وجود تكيس المبيض بيظهر اكتر وبيبقى علاجه اصعب اكتر لما يكون في زياده في الوزن. دلوقتي لو احنا لجأنا الى المنشطات وبعدين فشلت وبعدين عمليه المناظير عشان نكوي المبيض وبعدين فشلت وبعدين قلنا خلاص هو الحل الاكراني اطفال الانبيب والحق المجهري، لو تعاملنا مع المبيض بتاع السيده اللي عندها تكيس في المبيضين على انها حاله عاديه وانها هنخش نعملها حقن مجهري وهنبتدي الخطوات والعلاج والكلام ده كله، هنا بيبقى برضه في فشل، والفشل بيبقى متكرر. ليه؟ السيده اللي عندها تكيس في المبيضين بيبقى عندها اضطرابات في الهرمونات، وبيبقى في بعض الاحيان في حوالي 50 او 60% منه في هرمون اسمه ال LH. الهرمون لما بيكون عالي بيؤدي الى ضرر في المبيض. الضرر ده عباره عن ايه؟ خلي نوعية البويضات اللي بيفرزها المبيض مش جيدة مش كويسة. وبالتالي عند لما نقوم بالإخصاب بتاع البويضات بالحيوانات المنوية من الزوج، البويضات ممكن تتلقح بس بعد كده ما بتكملش بشكل كويس، أو بينتج عنها أجنة غير جيدة. يعني إيه أجنة غير جيدة؟ يعني لما تحط في الرحم ما تكملش الرحلة بتاعتها، وبالتالي العملية تفشل. وبالتالي العملية تفشل. والسبب بيبقى بسيط، ان احنا ما حضرناش كويس. طب ازاي نحضرها كويس؟ بندي علاجات لمده 1 أو 2 شهر، بنظبط دوره الهرمونات، بنخلي نوعيه البويضات اللي بتطلع والمبيض بيفرزها بتبقى كويسه، وبنفس الطريقه وببساطه شديده بترتفع نسبه النجاح بشكل كبير قوي، يمكن من 20% الى 60% مجرد التحضير. وبالتالي الجزء ده مهم قوي قوي. في نقطه بقى اكثر اهميه كمان، اللي هي ايه يا دكتور؟ لما يجي سيده عندها زوج وزوجه وبيشتكوا انهم عملوا اطفال انابيب وفشلت، خصوصا اذا كان الفشل ده متكرر، لازم يبقى في جزء مهم جدا، لازم نحدد اسباب الفشل. هو الفشل جه في اني مرحله؟ هل هو في مرحله التحضير ان كان عندها مشكله والمشكله دي محدش خد باله منها وبالتالي كملنا العمليه وكان في المشاكل اللي احنا قلنا عليها بس محدش خد باله منها فبتتراكم ومحدش بياخد باله منها فبتؤدي الى فشل؟ طبعا. ده النوع الثاني، هل في مشكلة في الرحم لما الأجنة بتتحط جواه بتعوق ما بيحصلش إن الرحم ده البطانة بتاعة الرحم ما بتقومش بالوظيفة بتاعتها وبتخلي الجنين يلتصق فيها ويكمل المشوار بتاعه؟ ده نمرة 2. يعني حالات كتيرة جدا بيبقى الأجنة بتاعتها أكثر من رائعة، وحتى أجنة بنسميها أجنة اليوم الخامس اللي هي بنخلي الأجنة عندنا في الحضانات بتاعتنا لمدة 5 أيام بحيث ان الجنين يبقى قوي جدا ونسبة النجاح بتوصل فيه 60-70% لو وصلنا بيه اليوم الخامس، ونيجي نحطه في الرحم ويبقى بيرفكت ممتاز بس ما يحصلش حمل.
لان البطانه نفسها ما كانتش كويسه. المشكله كلمه البطانه ما كانتش كويسه دي كلمه كبيره قوي. بالبساطه، بس مش بساطه يعني، مش حاجه صحيحه نوضح صحيح يعني، نوضح ان هو ناس كتير بتتخيل ان مجرد ان البطانه بتوصل سمك معين البطانه كويسه. وده مش صح، لان تقييم البطانه بتاع التوحم 50% من موضوع الحمل بيتم اذا كانت البطانه كويسه يبقى ادي ال 50% والجنين كويس ادي ال 50% التانيين. فاذا كان الاجنه كويسه والبطانه غير جاهزه هنا المشكله، وبالتالي ما بيحصلش الحمل وتكرار الحقن المجهري. مع وجود خلل في البطانه الرحميه يؤدي الى تكرار فشل الحقن المجهري، وحالات كتيره قوي كده. الفكره كلها انه في سيدات بيبقى عندهم بطانه رحميه سمكها معقول وممتاز وكويس والشكل بتاعها كويس، انما في ناس كتير قوي حتى شكلهم بيبقى كويس انما من جوه عندهم مرض، وبالتالي الشكل ما يعبرش عن المرض. لا طبعا ما لوش اي علاقه. بالتالي تقييم البطانه الرحميه في الفشل المتكرر مهم. مهم ازاي؟ في اوقات بيبقى فيه لحميات او في اهم اللي فيها صغيره ما تبانش في الموجات الصوتيه، وبالتالي السيده اللي عندها فشل متكرر لازم تعمل لها منظار رحمي، ولازم اذا كان في لحميات او اوام ليفيه يتم استئصالها. نمره 2، في سيدات بيبقى عندهم مشاكل البطانه نفسها فيها ضعف، لما بنعمل منظار رحمي بنلاقي ان في بقع ومناطق كده بهتانه ضعيفه. وبالتالي المناطق دي لو الاجنه اتحطت عندها مش هتكمل لان هي ضعيفه مش قادره تستوعبها. الجنين وقت ما بيوصل الرحم، الرحم بيدي له اشارات. الاشارات دي طالعه من البطانه الرحميه. يعني ايه اشارات؟ عباره عن مواد معينه البطانه الرحميه بتفرزها بتوجه الجنين ناحيه الاماكن الكويسه، زي منطقه عاوزه تزرعي فيها حاجه. فالمنطقه دي كويسه لو حطيتي فيها اي زرع هيطلع على طول. طبعا الاشارات دي ما بتنتجش الا اذا كان بطانه الرحم سليمه. وبالتالي لما بتكون المناطق دي مش كويسه او في مناطق مش كويسه يبقى هنا وقتها بندي علاج لمده شهرين او ثلاثه بنحسن كفاءة بطانة الرحم. يعني علاج بسيط، والعلاج بيتم بسيط جدا خلال شهرين جدا او ثلاثة ورخيص جدا. وبالتالي لما بنكرر الموضوع بيحصل نجاح. الكلام ده بنلاقيه امتى؟ في بعض السيدات اللي بيتم ليهم اجراء عمليات متكررة للكحت. في سيدة تبص تلاقيها بتحمل مرة وبيحصل اجراءات مرة والتانية وبعد كده ما بتحملش خالص. بعد عمليات الكحت المتكررة. كل كحت بياخد من بطانه الرحم جزء، وفي بعض الاوقات لو تم اجراء عمليه الكحت بدون عنايه طبقه من البطانه بتضعف وطبقه جنبها بتضعف وتضعف لغايه مع تكرار العمليه لغايه ما يبقى البطانه نفسها ضعيفه. طب وفي الحاله دي نعمل ايه؟ هنا بقى وقتها لازم يبقى اول حاجه ناخد بالنا كويس قوي انه عمليه الكحت اللي ملهاش لازمه ما تعملش. الحاجه الثانيه مهمه قوي، دي رساله للاطباء، ان هي عمليه الكحت ليها اصول وليها طرق علشان ما تضعفش البطانه ويبان بعد كده اثر على الحمل. الحاجة التالتة ان السيدة اللي عندها فشل متكرر لازم تعمل لها منظار، واذا كان في مناطق ضعيفة بندي علاج قبلها بشهرين وعلاج رخيص جدا. بعد كده بيحصل حمل. في نقطة تانية مهمة جدا يمكن من سنة او اتنين او تلاتة ما كانش العلم وصل لها. في اوقات بيبقى البطانة الضعف بتاعها نتيجة ان كمية الدم اللي واصل للبطانة مش كويس. زي البطانة الرحمية زي الارض، والدم ده زي المية. صح. عشان تتزرع فالمية مش واصلة لها كويس. نتيجة أسباب كثيرة جدا. اللي هي إيه بقى يا دكتور؟ من ضمن الأسباب دي إن اكتشفنا إن في بعض السيدات بيبقى عندهم مشاكل معينة بحيث إنه بينتج عنها إن سيولة الدم في المنطقة بتاعت بطانة الرحم بيبقى فيه تجلطات صغيرة للدم. التجلطات دي بتسد شرايين صغيرة قوي 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 في بطانة الرحم، فالدم ما يوصلش المناطق دي بشكل كويس. بدون ما يكون باين عندها مشكلة، بدون ما تشتكي من وجع، بدون ما تشتكي من أي حاجة خالص، هي مشكلتها إنها ما بتحملش. والسبب انه عندها استعداد لتكون التجلطات الصغيره دي. المشكله دي ما كناش نعرفها لان ما كانش عندنا تحاليل بتبين ان في سيده عندها اكثر استعداد لتكون التجلطات دي من غير. ما هنا بقى دور العلم ودور يعني التكنولوجي او بالزبط. التقنيات يمكن. بالتالي لما بنعمل موجات صوتيه او نعمل منظار بيبقى الشكل العام كويس. انما الوظيفه ما بتبقاش كويسه لان في حتت بتسد كانها حاجه بتسد الميه اللي رايحه للمنطقه اللي هنزرع فيها. فنفس الفكره الجلطات دي بتسد مناطق بحيث انه تغذيتها ما تبقاش كويسه، واحنا لسه بنقول ان بطانه الرحم مهمه جدا وليها دور مهم ان الجنين يخش فيها. بالظبط، يعني تدي له الاشاره فيقدر. بالظبط، ويمكن يمكن تنجح. لما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت كنا ورينا فيديو على ازاي. أيوة. بيفتح وازاي مش هيقدر يعمل الوظيفه بتاعته الا اذا كان وصل له كميه دم كويسه. مع وجود تحاليل حديثه بنقدر نعرف ان بعض السيدات
اللي عند حصل عندهم فشل متكرر مره واتنين عندهم المشكله دي هم مش عيانين ما عندهمش مشاكل غير ما بيحملوش. ولما بنعمل اطفال انابيب مره واتنين بتفشل. واللي قدرت افهمه من حضرتك ان الموضوع بيتحل بكل بساطه وبشكل كمان مش مكلف خالص. فيعني متهيالي دي حاجه بسيطه وهتفرق علينا مشوار بقى كبير جدا قوي. جدا وتكرار. وبالتالي اذا كانت الجزء في الفشل ان احنا حطينا اجنه كويسه وما حصلهمش التصاق يبقى لازم ندور على الجزء ده. في مشاكل من نوع اخر وده متعلق بحاجات معينه معمليه في معمل اطفال انابيب والحقن المكاني، ودي بتحتاج خبره وبتحتاج دايما ان الواحد عينه على الجديد لان هي دي بقى الجزء اللي اكثر تعقيدا. يعني في جزء متعلق بالاجنه وفي جزء اللي احنا قلنا عليه التحضير بتاع الزوج والزوجه في نفس الوقت. يعني في بعض الاوقات بيبقى الزوج عنده ضعف شديد في الحيوانات المنويه خلاص قررنا نعمل له حقن مجاري، ده ما يمنعش ان احنا نديله في بعض الاحيان علاجات عشان تحسن بعض تقوي الحيوانات المنويه نقدر نختار منها كويس. لان في بعض الاوقات بيبقى الحيوانات المنويه ضعيفه جدا وفيها تشوهات عاليه جدا ما نقدرش نختار منها، فبالتالي بنختار بيكون ضعيف وبالتالي ما بيكملش الاجنه لان الجزء اللي هو جاي من 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 الاب اللي هو الحيوانات المنويه بتاعته ضعيف. لان هنا يا دكتور دور العلم او دور التقنيات والطرق اللي حضرتك او يعني العلم او الاطباء بيستخدموها هي اللي بتلعب دور مهم جدا هنا. فعايز اعرف ايه الجديد في الحاجات دي عشان برضو نبقى عارفين بالظبط. يجي بقى الجزء اللي هو بالظبط اللي هو الجديد والتقنيات. اول حاجه دلوقتي بقى في حتت كتيرة جدا في الدنيا ومراكز متقدمة ودلوقتي بنطبقه في مصر بشكل يعني بشكل واسع، ان هو دلوقتي الجنين لما الجنين عبارة عن ايه؟ نصه بيجي من الام ونصه بيجي من الاب. اللي من الام اللي هو البويضة ومن الاب الحيوان المنوي. بنقوم احنا في المعمل بادخال الحيوان المنوي جوه البويضة، والبويضة دي اول ما يخش جوه الحيوان المنوي بتبتدي تنشط وتنقسم مراحل متتالية عشان تدي جنين. الجنين ده في اول يوم بيبقى خلية واحدة، بعد يومين بيبقى خليتين بينقسم وفي حياة، بعد وهكذا لغاية ما يوصل 8 خلايا بعد 3 أيام. في مرحلة الثمان خلايا ده ممكن ندخله للرحم. لما يخش للرحم الجنين هينقسم أكتر يوم والتاني لغاية ما يوصل لمرحلة معينة ويبتدي ينغرس في بطانة الرحم. في بعض السيدات لما بنقوم بإدخال الأجنة في اليوم الثالث الجنين نفسه ما بيقدرش يكمل أو ما بيقدرش يتفاعل مع بطانة الرحم. ليه؟ ما يحدث في الطبيعة في الحمل الطبيعي انه الحمل بيحصل في قناة فالوب. قناة فالوب دي هي عبارة عن قناة طولها 10 سنتي بيحصل فيها التقاء بين الحيوان المنوي والبيض. وبعد كده بيتكون الجنين بينقسم برضو زي وزي في الحضانات بشكل متكرر، بس بياخد 5 ايام عقبال ما يبتدي يوصل للرحم المكان اللي هينغرس فيه او ينزرع فيه. وبالتالي لما بنحطه في الحضانات عندنا 3 ايام ونستعجل عليه ونحطه جوه رحم هو ما وصلش للدرجة اللي يقدر يتعامل فيها مع بطانة الرحم، لأن هو في الأصل واخد على أنه يخش بطانة الرحم لما يكون عدى عليه 5 أيام. مظبوط. وبالتالي لما احنا بنستعجل في بعض الأوقات صحيح في بعض الأوقات بتنجح بس في بعض الأوقات ما بيقدرش يكمل. يعني يستحسن احنا ما نستعجلش. وبالتالي السيدات اللي فشل عندهم أطفال أنابيب والحقن المكاري بعد مرة واتنين الجنين بيتزرع اليوم الثالث، لا هنا مطلوب جزء من التأني ونحن بنكمل بالجنين اليوم الخامس. مشكلة الاحتفاظ بالجنين لغاية اليوم الخامس او السادس بس يا دكتور ان دي صعبة. هنتابع ده بس ناخد سما معانا على التليفون بقالها فترة. سما ازيك؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا كويسة. ازي الصحة؟ تمام الحمد لله. لو سمعتي كنت عايز اسأل الدكتور بس على حاجة. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. اتفضلي. بص يا دكتور انا كل ما اجي احمل وكده اوكي احملت مره الجدي بتاعي وقع من غير اي مجهود ومن غير اي حاجه، وبعدين رحت كشفت تمام والدكتور قال لي تاني ارتاحي ونامي على ظهرك وكده يعني تمام، وبرده وقع تاني. يعني حصل اجهاد. قصدك تقولي حصل اجهاد في الشهر الثالث يعني في اول 3 شهور يعني صح كده؟ لا هو الاولاني في الشهر الثاني. والتاني؟ لا التاني في اول شهر. في اول شهر تمام. طيب ليكي اي سؤال تاني يا سما؟ في سؤال تاني بقى. اتفضلي. السؤال ده مش يخصني هو انا بقى بالمره عشان اسال وافهم. في واحده صاحبتي الجلد كانت بتجيلها باستمرار
وجت يعني هو سؤال مفرق شويه بس معلش يعني. لا اتفضلي. جت صاحبها وكده تمام، كانت علاقه وكده تمام، وبعدين الدروس ما جاتلهاش ومفيش اي اعراض حمل ومفيش اي حاجه. تفتكري يا دكتور ده الدروس منعت ولا ممكن يكون في حاجه؟ هو عدى على شهرين دلوقتي مفيش حاجه يعني، فده ممكن تكون من ايه؟ طيب احنا هنجاوبك حالا يا سما، ونشكرك جدا على مكالمتك. تمام. خلينا نقول الجزء السؤال الاولاني ان هو خلص الكلام انه في حمل بيحصل ما بيكملش، يعني هي بتقول عليه ان هو بيقع، هو ما بيكملش يعني ما بيكملش بالظبط، بيحصل ده متعلق بالظبط، وده متعلق بجزء اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. لما التفاعل بين الاجنه والرحم بيبقى ليه مراحل، والمراحل دي بتاخد وقت معين عشان تكتمل، وبتكتمل وبيحصل الحمل ويكمل في خلال اول 3 شهور يبقى الحمل عدى المرحله الحرجه اللي هي التفاعل بين الجنين وبطنط الرحم. اي مشكله بتعيق الموضوع ده في اي مرحله، يعني مثلا لو التفاعل ده من الاول ما حصلش مش هيحصل حمل، وبالتالي الجنين ما دخلش جوه الرحم، ما دخلش جوه بطنط الرحم وابتدى ينغرس فيها، وبالتالي مش هيحصل حمل والاختبار الحمل هيبقى سلبي بالتاكيد، وده من ضمن اسباب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها على البطانه بالظبط. في مرحله تانية اللي هو التفاعل مشي شويه وحصل حمل والاختبار طلع موجب بس مش قادر يكمل، ده بيبقى ايه سببه بقى يا دكتور؟ هنا ده جزء بقى من ضمن الحاجات اللي هي بقى هنا، ده ليه اسباب كتير، في اسباب نعرفها وفي اسباب لم يتم الكشف عليها. من ضمن الاسباب ان الطنط الرحم نفسها تبقى ضعيفه، مش قادره تستوعب ان الجنين يخش فيها في مرحله معينه ويتوقف. في اسباب تانية ان الرحم نفسه والبطانه بتاعته بتكون مجموعه من الاجسام المناعيه وتبتدي تهاجم في الجنين اللي دخلها، لان هي متخيله ان الجنين ده جسم غريب، متخيله ميكروب، وده بيبقى خطا في الجهاز المناعي بتاع بطنه الرحم، وبالتالي بيتوجه يعني احنا لو دخل جوه جسمنا ميكروب بنهاجمه، كرات الدم البيضاء ومش عارف الخلايا ايه والخلايا المناعيه كلها بتبتدي تهاجمه. الرحم ربنا مديله وسائل دفاعيه، من ضمن الوسائل دي في خلايا مناعيه بتفرز اجسام مضاده عشان تضاد الشيء الضار بالرحم ده او اللي جاي يهاجم الرحم، وفي خلايا بتيجي تهاجمه وتطرده. الفكره ايه؟ انه الجسم والجهاز المناعي بيقدر يعرف الحمل انه حمل فبيسيبه، والحاجه اللي غير كده يطردها. هنا بيحصل خلل فبيبقى مش عارف ان الجنين اللي في المراحل الاولانيه ده جنين، وبالتالي بيهاجمه على انه ميكروب او حاجه زي كده. بالتالي بيحصل لما يحصل هجوم ايه اللي هيحصل؟ اجهاض طبعا، بالتالي هيبتدي ينزل دم و و و، وده برضه ما كناش عارفينه لما التحاليل والفحوصات وفهمنا للجهاز المناعي والجهاز المناعي جوه الرحم بيشتغل ازاي، ابتدينا نعرف ان جزء من عدم حدوث الحمل وعدم حدوث التفاعل ده نتيجه خلل مناعي، زي برضه ما عرفنا انه في كميه الدم اللي رايح، زي ما عرفنا وبالتالي بقى الشيء الظريف في الكلام ده ايه؟ ان المشكله بتبقى مزعجه جدا وممكن يحصل اجهاضات يعني 10 و12 مره، مشكله بسيطه لو عرفنا نعالجها وما يكلفش 20 جنيه مثلا العلاج الكورس كله. وبالتالي المهم التشخيص، يعني ده طبعا مهم جدا، مهم جدا لان هو الناس بتخيل طب بعد الكلام الكبير ده طب اكيد العلاج غالي، لا العلاج رخيص بس المشكله في التشخيص، مشكله ان انا اعرف ايه السبب بالظبط. وبالتالي لازم نبقى عارفين احنا بنتعامل مع ايه والمشكله في اني حته بالظبط، وهو ده اللي بيمكننا ان احنا مش صح، يعني بمعنى اصح ما اقدرش ان واحده ست بيحصل عندها جهاز متكرر او عندها فشل متكرر في اطفال الانابيب والحقن المكاري انها اعمل لها كل التحاليل الممكنه في الدنيا، لان ممكن نوصل ل 500 600 تحليل ومناظير وحاجات زي كده. المساله بتعتمد على هو الفشل في اي مرحله وفي اي جزء، ودي بترجع لخبره الدكتور طبعا، ودي بترجع لخبره يعني. طبعا خبره زائد تكنولوجي يديكي افضل نتائج طبعا، تكنولوجي لوحده من غير فهم امتى تطبقه وازاي واني جزء من التكنولوجي. مثال، في سيدات بنقول لهم اجنه حلوه جدا وفي اليوم الخامس والرحم كويس جدا وكل وظائفه كويسه وبتفشل، لما بنبص على الجنين في المعمل الجنين علشان يوصل يوم الخامس ده محتاج تكنولوجيا عاليه قوي، محتاج انواع معينه من الحضانات اللي بنسميها تريجاز. تريجاز دي علشان تحتفظ بالجنين اليوم الخامس لازم يكون ليها مواصفات معينه، مش حضانه عاديه وخلاص، لان الحضانه التريجاز دي بيبقى فيها الكنترول على الداخلها بشكل عالي جدا، بتقدر تقيس كمية ثاني أكسيد الكربون
وكميه الاكسجين وكميه نيتروجين والرطوبه، وتفضل مثبتاهم مفيش اي تذبذب فيهم عشان الجنين يقدر يكمل لغايه اليوم الخامس، زائد حاجات تانية خالص، وما ينفعش انها ما تشتغلش، لان لو ما اشتغلش الجنين مش هيكمل. طب يا دكتور، وبالتالي تبقى المساله معقده جدا. انا هستاذن حضرتك سؤال يعني اخير، لان للاسف فقرتنا خلصت. التحكم في جنس الاجنه ده ينفع ولا لا؟ لان بتهيالي دي حاجه بتهم ناس كتيره جدا. خلينا نقول الناس بيوصل لها انه في طرق للاكل، حاضر، طرق للاكل وطرق للشرب ومواعيد الجماع والدوره الشهريه والكلام ده كله. علميا كل الكلام ما بيجيبش نتيجه. الحاجه الوحيده اللي ليها نتيجه ونتيجه تصل للدقه 99.5% عن طريق اللجوء للحقن المجهري اللي احنا كنا بنقول عليه، ونسيب الاجنه لغايه ما يقعدوا في الحضانه 3 ايام، وعند اليوم الثالث بناخد من كل جنين خليه من غير ما نؤثر على الجنين ده، الخليه نقوم تحليلها وراثيا ونعرف اذا كانت ذكر ولا انثى، وبالتالي نقدر نعرف الجنين ده اذا كان ذكر ولا انثى، ونقدر بناء على كده ننتقي الاجنه الذكور او الاناث. وهنا درجه الدقه 99.5%. لما نحطهم في الرحم هنا السيده اللي بيتم لها الانتقاء ايا كان الاسباب بيبقى فرصه نجاح عاليه. ليه؟ لان هي مخلفه قبل كده، وبالتالي الوظيفه بتاعه الرحم كويسه وكل حاجه، وبالتالي نسب النجاح بتبقى كويسه والدقه بتصل الى 99.5%، ما فيهاش مجال للخطا. ده اكيد. يعني زي ما قلت، للاسف فقرتنا وقتنا خلص سريعا جدا النهارده. متهيألي ان اكيد هيكون معانا حلقات تانية نتكلم عن فشل متكرر لاطفال الانابيب والحقن المجهري، لان الموضوع ده مهم يعني ناس كتيره جدا مهتمه بيه وعايزه تعرف اسبابه ايه وعلاجه ايه. ولكن نورني النهارده الدكتور رواء مصطفى، استاذ امراض النساء والعقم واطفال الانابيب والحقن المجهري بطب عين شمس. نورتني يا دكتور، واستفدنا من حضرتك، واكيد هنتقابل في حلقات تانية نتكلم عن الموضوع ده بجد، لان الموضوع ده لازم نديله اهميته. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كمان بحلقتنا، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 1 للساعه 2 وحلقه جديده وموضوع جديد من ازاي الصحه. اسيبكم في الف صحه وسلامه، وخلي بالكم على صحتكم وازاي الصحه.